السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي، قناة رودي الإخباري. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن مدينة بدر. مدينة بدر من المدن الجميلة جدا، هي طبعا عانت من الإهمال الشديد منذ بداية نشأتها، لكن تم العمل فيها وعمل حاجات كتير جدا هنقولها لكم إن شاء الله في نهاية الفيديو مع بداية العمل في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا مدينة بدر هي أقرب المدن للعاصمة الإدارية الجديدة، بتقع في شمال العاصمة، بيفصل بينها وبين العاصمة الإدارية طريق السويس فقط، كما أنها تقع شرق مدينة هليوبوليس الجديدة ومدينة الشروق. تم ربط مدينة بدر بالقاهرة بعدة طرق زي طريق السويس وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وتقع غرب الطريق الدائري الإقليم، كما أن طريق الروبيقي بيربط بينها وبين مدينة العاشر من رمضان. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده طريق مدينة بدر. طب ايه هي الحاجات اللي تمت فيها؟ تم عمل 2 محطة خاصة بالقطار الكهربائي شمال مدينة بدر، اللي هي محطة بدر ومحطة الروبيك، ويوجد بها محطة خاصة بالقطار الكهربائي بين مدينة بدر ومدينة هليوبوليس الجديدة أمام المركز الطبي العالمي، ومحطة على الطريق الدائري الإقليمي بين مدينة حدائق العاصمة ومسكن العاملين بالعاصمة الإدارية شرق مدينة بدر. دي كانت معلومات عن مدينة بدر الناس اللي ما تعرفهاش. طبعا في ناس فاكرة ان مدينة بدر لا دي صحراء، لا دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش خدمات، لا، لكن كل حاجة اتغيرت. طبعا عمل العاصمة الإدارية غير حاجات كتير جدا فعلا على أرض الواقع، حاجات كتير تمت، مدن كتيرة تم إنشائها، مدن كتيرة يعتبر أحيوها من تاني، ومنها مدينة بدر. نيجي لأهم نقطة طبعا اللي الناس بتسأل عليها كتير، اللي هي فرصة الاستثمار. الاستثمار في مدينة بدر والسكن جميل جدا، عشان طبعا فيها الحي المتميز الموجود على طريق السويس مباشرة وأمام العاصمة الإدارية الجديدة. يعني طبعا اللي عاوز يستثمر يستثمر في مدينة بدر وهو مطمئن. طبعا ناس هتقول طب بدر ولا العاصمة الإدارية؟ طبعا على حسب الإمكانيات، زي ما قلنا قبل كده أسعار الشقق والأراضي في العاصمة الإدارية طبعا عالية. في لو اتكلمنا دلوقتي عن الأسعار في مدينة بدر طبعا أقل من العاصمة الإدارية، وفي نفس الوقت الشقق والأراضي يعني المنطقة نفسها جميلة جدا، إنها مش وحشة، مش أقل مثلا من العاصمة، لكن كل حاجة ولها. في مستثمرين بيحبوا العاصمة الإدارية، معظم الناس اللي مسافرين برا بيحبوا يشتروا في العاصمة الإدارية، لكن الناس اللي بتدور مثلا على سكن تسكن فيه أو أرض مثلا تبني عليها بيت، فأنا أرشح لهم مدينة بدر. أسعار الشقق في مدينة بدر بتتراوح بين 450 ألف ل 600 ألف جنيه. وبالنسبة لأسعار الأراضي فتتراوح بين 1,300,000 ل 2,600,000. طبعا مساحات الأراضي في الحي المتميز بمساحتها بين 400 متر و450 متر. طبعا الأسعار دي كويسة جدا، مش عالية بالنسبة للعاصمة، لكن زي ما قلنا كل واحد له غرض انه يشتري في مكان معين. في ناس بيبقى هدفها الاستثمار، وفي ناس بيبقى هدفها السكن او المعيشة. طب بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي، فأسعار الأراضي مساحة 276 متر بتتراوح بين 650 ألف لمليون جنيه،
طبعا الكلام ده على حسب الموقع وقربها من محطة القطار الكهربائي. وبالنسبة لأسعار الأراضي ف209 متر بتتراوح بين 400 ألف ل500 ألف جنيه. دي طبعا بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي. طيب ايه هي الحاجات اللي تمت في مدينة بدر؟ الحاجات الجديدة فيها طبعا العديد من الجامعات زي جامعة بدر والجامعة الروسية، وجاري إنشاء جامعة المستقبل شرق طريق الروبيكي، والجامعة البريطانية في الحي المتميز، وطبعا جاري إنشاء العديد من المولات والمراكز التجارية في المدينة. دي كانت معظم المعلومات عن مدينة بدر الناس اللي كانت بتسألنا عليها. قلنا طبعا أسعار الأراضي، قلنا موقعها، قلنا الخدمات اللي تمت فيها. طبعا في حاجات كتير جدا ممكن نكون ما قلناهاش، فاللي عنده أي استفسار يقدر يكتبه لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله بنرد عليه. واللي عنده مثلا اي مكان حابب ان احنا نصوره، سواء في مدينة بدر او العاصمة او اي مدينة هو شاري فيها، لو نقدر نصور ونروح المكان ان شاء الله ما بنتأخرش. وهسيب حضراتكم دلوقتي انت تشوفوا الفيديو ومدينة بدر والاماكن والطرق، طبعا حاجة نظيفة جدا وحاجة جميلة جدا، مش أقل خالص من العاصمة الإدارية، وإن شاء الله تعجبكم. وزي ما قلنا اللي حابب يستثمر أو اللي حابب يشتري شقة أو أرض، فطبعا من أول المدن اللي بنرشحها مدينة بدر. طبعا الموقع والخدمات والنظافة كل حاجة ان شاء الله متوفرة، وفي حاجات كتير لسه بتتعمل زي المولات والخدمات التانية والجامعات، يعني ان شاء الله هتبقى مدينة متكاملة. وياريت ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري بنقدمه من اخبار المدن الجديدة، اخبار العاصمة الادارية، اخبار مصر كلها. وهسيب حضراتكم دلوقتي في الجولة، وأي استفسار ياريت تكتبولنا في التعليقات.
Thank you.